إن بلدة ليتشوانغ القديمة الكائنة في مدينة ييبين بمقاطعة سيتشوان منذ قديم الأزل تتمتع باسم البلدة الأولى المطلة على نهر اليانغسي. عاشت البلدة المبنية على ضفة النهر أكثر من 1400 عام بين أمواج نهر اليانغسي. أثناء حكم الأسر الشمالية والجنوبية كانت بلدة ليتشوانغ مركز توزيع البضائع على طول النهر. انتشر زيت التونغ والشاي وغيرها من المنتجات المحلية للجنوب الغربي حول النهر، وكذلك الحرير والأواني الفخارية والخزفية وغيرها من منتجات يانسو وتشيتشيانغ. فجاء التجار من كل مكان إلى هنا، واندمجت ثقافة الشمال مع ثقافة الجنوب مشكلتين سحرا خاصا للبلدة. الشوارع بأحجارها المرصوصة يأتي الناس إليها والسيارات ليشهدوا الماضية وحاضر البلدة العريقة. ليتشوانغ行走在浦项里的石板路上，看着两旁错落有致的川南民居和斑驳浮土的会馆庙宇，让人仿佛又回到了过去的时光。历史上，李庄曾经是长江边上的一个商贸重镇。 水码头上船只密布，客商云集。如今繁忙的景象已经随着历史的脚步渐渐远去，但码头上发生的动人故事却在古镇人的口中世世代代流传了下来。 أثناء حكم أسرة ليانغ الجنوبية أطلق على البلدة اسم قرية صيد السمك. تبعد قرية صيد السمك عن محافظة نانشي حوالي 15 كيلومترا. بينهما لا يوجد قرى ولا متاجر، مما يصعب إرساء السفن القادمة. يرتفع صوت حاملي حبال السفينة بالشعار على حافة مياه النهر الجارفة. لا يستطيعون الاستراحة إلا بعد سحب السفينة لقرية صيد السمك. هناك معبد لونغ تشونغ التنين الملك بالقرب من مرفأ قرية صيد السمك. اسمه الأساسي لي ويسميه المحليون الراهب لي. يأتي حاملو حبال السفن إلى المعبد للصلاة والدعاء بسلامة الإبحار. عندما ترى ملابس حاملي الحبال الرثة والجروح التي على ظهورهم ونظرات عيونهم الحنونة تتذكر مشاق حاملي حبال السفن ومعاناتهم كل يوم. ولم تكن الراهبة لي راضية عن ذلك. 长工们到李庄来之后啊，他都跟他们提供煮饭呐、缝补西江衣服啊。在他的影响下，我们李庄的
حبل وكوب من الماء، على الرغم من أن قيمتها المادية ليست كبيرة، إلا أنها قد تحل مشكلة إنسان. استمر بر وإحسان الراهب لي لعشرات السنين، وأصبحت القرية الصغيرة المطلة على نهر اليانغسي بر الأمان في نفوس حاملي الحبال. يوم جنازة الراهب لي جاء العمال الذين ساعدتهم من كل صوب واتجاه، وملأت السفن مرفأ قرية صيد السمك. وتخليدا لذكرى الراهب لي، قرر الجميع تغيير اسم القرية من قرية صيد السمك إلى لي تشوانغ. غير اسم عائلة امرأة اسم قرية بأجمعها، وذكره أجيال من الناس، وانغرست بذرة الطيبة وفعل الخير في أرض البلدة. وبقدوم التجار غير المحليين إلى أسرة مينغ، أصبحت لي تشوانغ بلدة تجارية رائجة على نهر اليانغسي، وكثرت السفن التجارية القادمة إليها. حين ذاك كان المراكبية يرسون بمراكبهم عند بلدة لي تشوانغ، ويستغرق ذلك وقتا طويلا، وبسبب العمل الشاق كانوا يعرقون بغزارة، لذا لم يكن الماء الذي يجلبونه معهم يكفيهم. في كل مرة ما يصلوا إلى البلدة يصيبهم العطش، وبالقرب من المرفأ يعيش رجل اسمه لو، وعندما رأى العمال بلا ماء للشرب دعاهم إلى بيته لشرب كوب من الماء الساخن. 来地人很少，后来这个来地人多了，这个主人家就忙不过来，忙不过来就干脆点就用一个大石缸来把茶烧好以后啊，放在里面，人或人都可以喝。最后这些船工前夫们都把这种叫做食邑茶。 وتأثرا بما فعل الوا، قلده سكان البلدة، ووضعت الأسر كافة أواني الشاي أمام منازلهم بالمجان. وبالتدرج انتشرت أواني الشاي من على ضفة النهر إلى البلدة أجمع، واستمرت مئات السنين. واليوم يانغ وانغ رونغ البالغ من العمر 75 عاما، منذ 50 عاما كان مراكبيا، وشرب من قبل شاي الإحسان، ودائما ما يذكر هذا الدفء الذي جلبه له. 上岸了以后呢，就在这个地方又接上竹子，摆上了很多杯碗，这个船工们他们随意的，随便的就可以把这个茶呢要来喝，也不收钱。كشك شاي الإحسان الصغير وكوب ماء بسيط جعل هذه البلدة الصغيرة المطلة على نهر اليانغسي تمتلئ بالمشاعر الدافئة. في نهاية أسرة مينغ وبداية أسرة تشينغ حدث ما يسمى بهوغ وانغ، ملأت سيتشوان. جاء لاجئون كثيرون من فوجيان وغواندونغ وجيانغشي وهوبي، حملوا معهم ثقافة مواطنهم، وبنوا قاعات الاجتماع والمعابد ذات الطراز المميز. والآن اختفت المباني القديمة في ثنايا التاريخ، لكن قصصهم ما تزال تنتقل بين أجيال أهل البلدة. كان هناك معبد باسم تشانغ في ببلدة لي تشوانغ. تشانغ في هو قائد قوي بمملكة شو أثناء فترة الممالك الثلاث. طبقا للأسطورة فإنه قبل أن يتبع يو بي كان جزارا، لذا يبجل الجزارون تشانغ في لكونه جدهم الأكبر. في عام 31 أثناء حكم الإمبراطور غوانغ شوي في أسرة تشينغ، تسهيلا لعملية تقديم القرابين، بنى جزار البلدة معبد تشانغ في. ولكن بعد بناء المعبد اكتشفوا أن الدوبيت مفقودة من على بابهم، والجزارون جهلاء، لذا طلبوا المساعدة من الآخرين. 南区的文化名人包碧城知道这个事情以后，很受感动，特地的从南区赶到李庄来，赶到李庄来跟土夫们讲了张飞的忠肝义胆、义薄云天的故事。 后来还为李庄的皇后宫写下了这么一副对联，对联的内容就是“十年言，必后世人臣皆知大义，明雕斗将汉家名将不是无闻。” استعمل باو بيتشن الدوبيت ليعبر عن اعجابه بشهامة واحسان تشانغ في،
ومدح روح إعلاء العلم لدى الجزارين. وبتشجيع تلك الكلمات أطلق جزارو البلدة مبادرة، حيث قرروا أنهم كلما باعوا خروفا يتبرعون بعملة فضية. واعتمادا على هذه التبرعات بنى الجزارون مدرسة جناح الأخلاق الابتدائية الخاصة ومدرسة إيدي. جميع الأطفال الفقراء يلتحقون بتلك المدرسة بالمجان. بين صوت قراءة الكتب الواضح انتقلت روح قيمة الإحسان في البلدة جيلا بعد جيل. 李庄不仅是一个有着深厚文化和历史积淀的古老小镇，更是一个诉说着抗战风云和革命岁月的历史留存。近代的中国内忧外患，以义为先的李庄人，在滚滚的狼烟中高举着民族大义的旗帜，写下了不朽的战斗诗篇。 في بداية القرن العشرين ضربت الفوضى الصين. داخليا انقسم زعماء الحرب، وخارجيا هددها خطر الغزو. في عام 1918 جاء تشو دا الذي دفع محافظة لوتشو الى بلدة ليتوانغ، وحكى لشباب البلدة عن الوضع الخارجي للصين، ودعاهم للمشاركة في الثورة وانقاذ البلاد من الازمة الحالية. تأثر تشانغ تشو هونغ البالغ من العمر 17 عاما بخطبة تشو دا، وانضم للحزب الشيوعي الصيني في عام 1928، ونظم انتفاضة نانشي، وتحت قيادته انطلقت أول انتفاضة للفلاحين بسيتشوان، وبعد سنوات قبض عليه في إحدى الحروب. بعد القبض عليه حاول الأعداء إغراءه بالمنصب والمال حتى يخبرهم بأسرار جماعة الثورة، وكانت النتيجة أنه تهكم بهم. حتى بعد عقوبة الضرب ظل تانغ سو هانغ صامدا. نفذت أساليب العقاب معه، فثار غضبهم، وفي عتمة ليل اليوم التالي قتلوه سرا. استشهد تانغ سو هانغ، ولكن ظلت روح معروفه وإيثاره وتضحيته تشجع أهل البلدة دائما. في عام 1937 وقعت حرب غزو اليابان للصين. احتل الأعداء شمال الصين بأكمله، ومن أجل حماية ثقافة الأمة الصينية انتقل عدد كبير من معاهد التعليم العالي ومراكز البحث إلى الجنوب، واستقبلت منطقة جنوب غربي البلاد الكثير من النازحين من مناطق مختلفة. فحدث فقر بالموارد، فانشغل كل واحد بأمره، وحتى أن جامعة تونجي من أجل إيجاد مستقر لها طلبت من أصدقاء بجامعة سيتشوان مساعدتها في البحث، وأخيرا وجدت بلدة ليتوانغ. أهل ليتوانغ الذين لم يواجهوا من قبل مثل ذلك الأمر الكبير فتحوا أبواب البلدة للمساعدة. وفي مواجهة هؤلاء الغرباء الذين أجبروا على مغادرة أرضهم، أرسل أهالي القرية برقية الرموز 16 التي أثرت على جماعة المثقفين. بالنسبة لأهل ليتوانغ، إن جملة توفير كل ما يحتاجون له ليست مجرد جملة في الهواء، فالبلدة التي كان عدد أهلها 3000 شخص في لحظة استقبلت 12000 فرد من إخوانهم. امتلأت مساكن البلدة بالناس حتى اضطر الناس لفتح المعابد للسكن.
要把它清出去，这一点呢，所以在当时是很难做到的。但是由于把这个东院说服工作做到前面了，所以后来就把这庙宇里面的泥塑的菩萨都打成块，把它运到佛经的田地里面去，与大地融为一体，不掉的都挖坑了，把它们埋掉，这样子的话就把这个庙宇腾出来，让这些文化单位能够顺利的入驻我们的庄。 أزال أهل ليتشوانغ المعابد قديمة الأزل وتنازلوا عن محارب الصلاة ببيوتهم ومساكنهم حتى يوفروا مكانا يتعلم ويبحث فيه طلاب وأساتذة الثقافة الصينية على شتى أنواعها. تم تأسيس المقر الرئيسي لجامعة تونغجي في قصر يو الملكي، ونقل معهد الطب إلى معهد القساوسة، ومعهد الصناعة إلى معبد دونغ يوي، ومكتب تنظيم المكتب للمتحف المركزي إلى معبد تشانغ، ومعهد الأبحاث الجيوغرافية إلى مسكن أسرة وانغ، ومكتب التنظيم لمعهد أبحاث العلوم الإنسانية والفيزيائية إلى ساحة دار أسرته، واتحاد تأسيس التعليم الصيني إلى حقل القمر. حينها مرض ليانغسي يونغ الأخ الأصغر لليانغسي تشينغ، وحتى يوفر له مسكن جعل لوناي جاي ابنه الكبير المتزوجة يعود لمسقط رأسه هو وأسرته. في وقت الحرب كانت الموارد قليلة بالإضافة إلى الزيادة السكانية، وأسعار الحبوب زادت كثيرة، حتى وصل الأمر إلى أنه إذا طبخ أحد الناس دجاجا أو سمكا يكون ذلك خبرا يسمع في آخر المدينة. ووصلت المشكلة إلى أوجها ولم يشتكي أحد من أهل البلدة. 保证他们的生活，使他们共同度过这个难关。在中华民族最苦难的岁月里，深明大义的李庄人敞开胸怀，无私地接纳同胞。饱受战争煎熬的学者在李庄寻求到了一处宁静的港湾，在这里创作出了许许多多的传世佳作，而这些作品当中，或多或少都有李庄的印记。 عاش علامة المعمار ليانغسي تشينغ وزوجته لينغ هويينغ ببلدة ليتشوانغ 6 سنوات، حينها أراد عمل دراسات أكاديمية، في الوقت نفسه رعاية زوجته المريضة بالسل، حينها كان راتب الزوجين يضيع بأكمله على العلاج. في فترة من الوقت اشتد المرض على لينغ هويينغ وارتفعت حرارتها لأسابيع دون انخفاض، وحتى يوفر الغذاء لزوجته باع ليانغسي تشينغ حبره وساعته ليشتري بثمنها سمكتين. رأى أهل البلدة حياة الزوجين البائسة فمدوا يد العون مرة ثانية. 在奉养国君的时候，也要把部分肉也送给他们。ساعد أهل البلدة أصحاب القلوب الطيبة بكل إيثار وسعة صدر إخوانهم في المحنة، ووسط الفوضى أعدوا لهم مكتبا هادئا، وبين نيران الحروب وفروا لهم مكانا مستقرا للدراسة الأكاديمية. في بلدة ليتشوانغ لم يتوقف ليانغ سي تشينغ وزوجته عن البحث في المعمار الصيني التقليدي. ملأت الرسوم المعمارية الفنية مسكنهم البسيط، وعلى أساس الرسم الغربي الدقيق لعلم المعمار اندمجت هذه الصور بكل مهارة مع الرسومات الصينية التقليدية وتقنيات الخط. هنا انتهى الزوجان ليانغ سي تشينغ من كتابة النسخة الإنجليزية من تاريخ المعمار الصيني وتاريخ صور المعمار الصيني، تلك الكتب التي هزت العالم. في كتابه أصبحت القرية الجبلية ليفانغ ومعبد شوانلو في بلدة ليوتشوانغ فخرا وسط العالم. الآن عندما يرى القادمون للبلدة هذه المباني التاريخية يتذكرون سنوات الحرب الدامية، ولا يزال أهل البلدة والدارسون القادمون للبلدة يحافظون على جذور الثقافة الصينية بكل ثبات، تاركين بذرة ثقافة الأمة الصينية الغالية للأجيال القادمة.
李庄在抗日战争期间接纳同济大学和其他文化机构，这个不是一般意义上的义，它可以说是民族大义，啊，是义薄云天。能够认识到政救文化就是救国，就是政救民族，这是多大的见识啊！一个小小的村庄，它能够和梁思成、林徽因、傅斯年这些名字紧紧地联系在一起。 这是他永久的光荣，在中国现代史上和教育史上，他留下了浓墨重彩的一笔，是流芳百世。抗战的烽火已经远去，当年的故事还在李庄流传。如今这里已经成为了远近闻名的旅游小镇，虽然生活发生了翻天覆地的变化，但是古镇人对义的坚守却从来没有改变。 بعدما انطفأ لهيب الحرب استعادت البلدة هدوءها وسكينتها، على الرغم من اتجاه البلدة المجاورة لها نحو النمو الاقتصادي السريع. ترى المباني الحديثة في كل مكان، لكن بلدة ليتشوانغ تتمتع بسحر خاص بين بيوتها، اي انها لا تعيد بناء المباني بل ترممها فقط، بالرغم من ان تلك المباني لا تضاهي المباني الجديدة الا انها تحتفظ ببساطة طراز البلدة القديمة. صاحبت ثقافة الاحسان اولا هذه المباني القديمة، وكونت طبائع وتفاصيل هذه البلدة العريقة، وتربى على ارضها اجيال من اهل البلدة، حتى وان ابتعدوا عن موطنهم لا ينسون تعاليم الاجداد ابدا. تانغ لونغ بينغ من بلدة ليتشوان قبل 5 اعوام جاء للعمل من هنا في جاندو، 27 مايو من عام 2011، بينما كان يعمل هو وثلاثة من زملائه بالطابق الثالث في المصنع، سمعوا صوت انفجار مدوي، حيث حدث انفجار جهاز كهربائي بالطابق الثاني، وحجبت النيران الملتهبة طريق النزول للطوابق السفلية. أسرع تشانغ وزملائه تجاه المواسير بجانب النوافذ لينزلوا منها. في تلك اللحظة سمعوا صوت أحد يطلب المساعدة. عملوا من الألحفة حبالا ووسط النيران ساعدوا الناس لينزلوا واحدا تلو الآخر من النوافذ. لضمان سلامة الجميع كان تشانغ لونغ بينغ آخر من نزل، وما إن استعد للنزول للأسفل انقطع الحبل واضطر للقفز من الطابق الثاني، فانكسرت يده وقدمه اليسرى. بعد الحادثة أرسل إلى المستشفى، قال الطبيب له: سنركب لك شريحة في يدك وقدمك اليسرى للأبد. على الرغم من أن الحادث ترك جرحا أبديا، إلا أن تشانغ لم يندم يوما على إنقاذه للناس. اخترقت الشرايح الباردة جسمه، ولكنها أنقذت حياة 8 أشخاص. في اللحظات الحاسمة ترى مبدأ الإحسان أولا يجري في عروق كل مواطن من ليتشوانغ، وينغرس في قلب كل إنسان من البلدة. يعد يوم 25 نوفمبر 2016 يوما مميزا بالنسبة لبلدة ليتشوانغ. هذا هو يوم افتتاح مستشفى تونغ جي، ما اضاف لتلك البلدة الصغيرة المطلة على نهر اليانغسي هيئة علاجية حديثة. كومانغ تشاو الذي التحق بالدراسة هنا منذ 70 عاما جاء خصيصا من شنغهاي لحضور مراسم الافتتاح. بالنسبة لوومانغ تشاو الذي ناهز 94 عاما من عمره، تعد 4 سنين التي قضاها في البلدة فترة لا تنسى في حياته. في عام 1942 اتجه للجنوب مع المدرسة المتوسطة الملحقة بجامعة تونغي. كانت ايام الدراسة مريرة بالبلدة. يذكر وومانغ تشاو ان اهل البلدة كانوا يخشون يستحي الطلاب ولا يشبعون، ولكن لا يجرؤون على البوح بذلك،
لذا كان أغنياء البلدة يدعون الجميع إلى الطعام بالتناوب كل أسبوع، وهكذا كان وضع الطلاب يتحسن كل فترة.我在这虽然只有四年，但是对李庄非常深的感情。我现在还在参加尾牙，所以呢，一头一尾，他都没忘记掉，我吃的还是他家水，他吃的李斌的水，是吧？所以呢，这个地方永远不会忘记。3、2、1。 وسط نيران الحرب أصبح الأكاديمي وومن تشاو خلال السنوات الأربع التي كان يدرس فيها مثل أهل تونغ جي تنغرس في قلبه مشاعر دفينة تجاه البلدة. وأول عملية أجريت في مستشفى تونغ جي بعد بنائها أجراها الأكاديمي وومن تشاو بنفسه. مرت سنوات عديدة لم تنقطع الصلة بين جامعة تونغ جي وبلدة لي تشوانغ. كانت جامعة تونغ جي كائنة أمام معبد دونغ يوي، وشيد ميدان تونغ جي التذكاري ببلدة لي تشوانغ، وبني نظم تذكاري تخليدا لذكرى السنوات التي مرت بها البلدة. كل عام يتم اختيار خيرة طلاب جامعة تونغ جي ليقوموا بالتدريس في البلدة، وعن طريق الاختيار الموجه يشتغلون بمدارس البلدة المتوسطة. بين عام 1940 إلى عام 1946 لا يهم أين مكانهم، يذكرون دائما إيثار وإحسان أهل لي تشوانغ. هي الأرض التي وفرت لهم مكانا آمنا للدراسة، لذا تعد لي تشوانغ بيتهم الروحي الذي لا يمكن أن ينسوه. فبالرغم من بعدهم عنها مئات الأميال ومرور سنوات كثيرة، إلا أن شوقهم الجارف لها عالق بقلوبهم. لي تشوانغ是一个浸透着历史沧桑、涵养着民族精神的古镇。从李氏姑接待来往船工的乐善好义，到失意茶半义学的轻财重义，到革命先烈的舍身取义，再到接纳同胞的民族大义。 李庄一字当先的传统，穿越岁月的洗礼，依然流淌在现如今古镇人的血脉当中，焕发着勃勃的生机。